2016 ان شاء الله تكون سنه خير علينا، سنه منيحه ان شاء الله، ونخلص الحرب ونخلص الضرب ان شاء الله، ترجع العالم كله لبيوتها، كل العالم ترجع تستقر محلها. رحنا بنتمنى ان شاء الله سنه 2016 هيك تكون، هيك ترجع العالم لاهلها وترجع لبيوتها، وهيك يفرجع على امه محمد، وهيك كل واحد يرجع لبيته وينسر هيك الامور ان شاء الله. هيك الله يهدي البال ويفرج على امه محمد يا رب. نتمنى من الله، املنا بالله ان يكون سن خير على العالم وعلى العباد، والله يحبنا بعضنا بيحب يحب محمد. نتمنى بالسنه الجديده تكتر الخيرات مثل ما كترت هلا اخر السنه، والله يلم الشمل ويهدي القصف عن الغوطه كلها، ونرجع مثل ما كنا بالاول. قبل ما نقول شو نتمنى بالسنه الجديده، بنشوف اللي عم يصير هو صوملت سوريا مثل ما صار صوملت السودان. بتمنى انه الضمير العربي يصحى وما تكون الاجتماعات على الفاضي. نتمنى من سنه 2016 السلام والامان، نتمنى هالاوضاع تزبط ان شاء الله وتفتح، تكون سنه خير علينا وعلى الجميع كليات ان شاء الله. نتمنى بال 2016 الامور يعني ترجع طبيعيه، ونرجع مثل ما كنا ونحن واهالينا، ونشوف اهالينا بخير والعالم الاسلامي بخير، ونشوف هالوضع هدي والمؤتمرات يطلعوا بمحل بقى، ونخلص من القصة اللي عايشين فيها، والله يفرج على العباد، وإن شاء الله هيك سنة خير إن شاء الله علينا وعلى الأمة كلها. نحن هلا داخلين على عام 2016، نتمنى يعم السلام كل سوريا ويعم الخير على كل أهله كل أطيافهم كل فئاته، الشعب السوري كله واحد، وما بنتمنى حدا ينأذى من أي طائفة، وكله الشعب عم يروح بين الرجلين، كله أخوات وأهل، كله بيحب بعضه، كان واحد مغرر فيهم عم يضربوا ويأذوا الناس كلياتها. والله بنتمنى يرجع الأمان والاستقرار على البلد واسقاط النظام، والحمد لله الفضل من الله. الله يجعل اسم خير، والله يفرج على العباد جاسم محمد، وشغلة تانية يعني انه نكون منتصرين، الله ينصر الحق جاسم محمد، بنتمنى الخير لكل العالم من حل الأزمة.